اهلا بكم مره ثانيه. خلونا نبدا مع حضراتكم باهم الاخبار اللي حصلت امبارح. كان منها اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لتغير المناخ، ودي طبعا تزامنا مع القمه اللي هتعقد شهر نوفمبر القادم وهياتي فيها كل دول معظم قاده دول العالم من اجل مناقشه هذا الملف. عندنا ايضا متابعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاليات دعم الصناعه المصريه. كمان عندنا تقرير أصدره مركز معلومات مجلس الوزراء حول ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2022، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. خلينا نشوف. في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. الاستراتيجية بتستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام بيقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، وكمان تحسين قدرات التكيف والمواجهة لأثار التغيرات المناخية. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع ملفات عمل وزارة التعاون الدولي، وأشار مدبولي للزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في ظل الحاجة الملحة للتمويل. امبارح رئيس الوزراء عقد اجتماع لمناقشة آليات دعم الصناعة المصرية، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة بكل أجهزتها على دعم قطاع الصناعة وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز تسهم في النهوض بهذا القطاع المهم. كمان امبارح الحكومة نفت الأخبار اللي ترددت حول تأثر المخزون الاستراتيجي المصري من القمح بسبب عدم استقرار سوق الغذاء العالمي. الحكومة قالت إنه عندنا مخزون استراتيجي من القمح بيكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، ده غير إنه موسم توريد القمح هيوفر احتياطي بيكفي لحد شهر ديسمبر. امبارح مركز معلومات مجلس الوزراء قال إن صادرات مصر غير البترولية شهدت تحسن ملحوظ خلال الربع الأول من 2022، الصادرات سجلت 9.2 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 20%. كمان امبارح وزارة الداخلية أصدرت بيان قالت فيه أنه إحدى الارتكازات الأمنية بمنطقة الطلول في شمال سيناء قدرت أنها تحبط محاولة أحد العناصر الإرهابية تنفيذ عمل انتحاري ضد أفراد الكمين، وتبادلت القوات مع العنصر الإرهابي إطلاق النيران مما أدى إلى مقتله، وتم العثور معاه على حزام ناسف واثنين قنبلة يدوية وسلاح آلي. وزارة الداخلية أيضا نجحت في التصدي لعدد من جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي. ضبطت الوزارة عدد من هذه القضايا. خلينا نشوف. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال وتزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على المال العام، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 4 أشخاص بالغربية والإسماعيلية والبحر الأحمر لقيامهم بالاستيلاء على قرابة 9 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون. مديرية أمن القليوبية وفي الإطار ذاته نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على 22 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في إقامة مشروعات تجارية على قطعة أرض أوهمهم بأنها ملكه بموجب عقود تمليك مزورة. مديرية أمن الدقهلية نجحت في ضبط أحد الأشخاص أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ودعا من خلالها الأشخاص للتبرع لبعض الحالات الإنسانية التي يقوم بنشر فيديوهات لها على هذا الموقع، وتلقى عقب ذلك تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك باستبدالها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه. وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 2.5 مليون جنيه. وعلى صعيد ضبط جرائم الاستيلاء على المال العام، نجحت مديرية أمن سوهاج في ضبط سائق بإحدى شركات نقل البضائع استغل طبيعة عمله واستولى على 60 طن سكر خاصة بإحدى شركات تجارة الجملة وتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء واستولى على قيمتها، وهو ما يعد إضراراً بالمال العام.
وعلى صعيد ضبط جرائم تزوير المحررات الرسمية، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية وبحوزته المستندات المزورة والمواد والأدوات المستخدمة في عملية التزوير. الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار والترويج لأدوية مهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنشأها لهذا الغرض، وعسر بمسكنه على كمية من الأدوية المستوردة والمهربة قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها ب1.5 مليون جنيه. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تشكيلات عصابية بالمنيا وبورسعيد لقيام عناصرها بغسل 39 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات وسيارات في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وبالنسبة لجولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح من المحافظات، ومنها تقديم خدمات طبية وعلاجية ل 7480 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. وفي الإسكندرية تم تطوير منظومة الإنقاذ وتفعيل مبادرة شواطئ بلا غرقة بمناسبة موسم الصيف، وأخبار تانية من البحيرة والمنوفية وكمان أسيوط في التقرير التالي. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من المنيا اللي بيتم فيها مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، وده من خلال تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان. وخلال شهر إبريل اللي فات تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 7480 سيدة علشان يوصل الإجمالي لأكثر من 947 ألف سيدة استفادت من المبادرة منذ انطلاقها. في البحيرة أعلنت مديرية الزراعة عن انطلاق فعاليات الحملة الشاملة لمكافحة القوارض وده عقب حصاد المحاصيل الشتوية لموسم 2022. الحملة بتستهدف 273 ألف فدان أراضي زراعية. في أسيوط أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إن حجم الأعمال الجارية بالمقر الجديد للجامعة الأهلية وصل ل 70%، والجامعة بتقام على مساحة 38 فدان بتكلفة 1925 مليون جنيه. في الإسكندرية كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتطوير منظومة الإنقاذ واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل اللي تمنع حوادث الغرق تفعيلاً لمبادرة شواطئ بلا غرقة وحماية رواد الشواطئ والحفاظ على سلامتهم. في المنوفية افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية معرض طلابي بعنوان حواديت مصرية. المعرض بيضم لوحات فنية عن الأمثال الشعبية وبيهدف لرفع المستوى الثقافي عند الشباب.